عاجل، موعد صرف رواتب الرعاية الاجتماعية للمستفيدين. السلام عليكم متابعي قناة أخبار العراق، قبل البدء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتصلكم الأخبار العاجلة والحصرية. بالفيديو وزير العمل يعلن موعد صرف رواتب الحماية الاجتماعية للمستفيدين. حملوني أمانة، راتب الرعاية الاجتماعية يا يوم راح ينطلق، ما شهر الواحد، يوم الأحد أو الاثنين القادم. الأحد والاثنين سبق صحفي. شكرا لك مع الوزير. يعني الأحد والاثنين راتب الرعاية الاجتماعية إن شاء الله. شكرا لك مع الوزير على حسن الضيافة. نعم أحبة المشاهدين، هذا ما يسمح به وقت برنامج صوتك عراقي، انتظرونا بحلقات قادمة إن شاء الله. بمعنى متابعينا الكرام، إلى هنا تنتهي أخبارنا لهذا اليوم، لا تنسون الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتصلكم الأخبار العاجلة والحصرية. تحياتنا لكم.